السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي نتشرف بعقده مع فضيلة الدكتور عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في بيت المقدس. أرحب بك معنا فضيلة الدكتور. أهلا بك، بارك الله فيك. أهلا، تفضل سيدي. في البداية بودنا أن نسأل، في قبل جولتكم الحالية، كيف تركتم القدس والمسجد الأقصى المبارك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لفضائية الرافدين على اهتماماتها في موضوع القدس والأقصى. وتركنا الأقصى بحمد الله برعاية الله في المحافظة عليه من قبل الحراسة التابعة للوقف الإسلامي، وأيضا بإعماره من قبل المصلين الذين يفدون من عدة مناطق بما فيها مدينة القدس، وتتهدده الأخطار نتيجة الاقتحامات المتوالية من قبل سلطات الاحتلال. ونقول من قبل سلطات الاحتلال لأن سلطات الاحتلال هي التي تحرص وتشجع الجماعات اليهودية المتطرفة. هذه الجماعات التي أصبحت قوية وتضطر الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية من تأمين الحراسة لهم، ولولا الحراسة المشددة لهم ولحمايتهم لما تجرؤوا ولما تمكنوا من اقتحام الأقصى. فالمسؤولية والخطورة تكمن من تصرفات حكومة الاحتلال بحق الأقصى. نعم، خاصة دكتور أن بعضا من المتطرفين الذين كانوا يقودون تلك التجمعات من المستوطنين للاقتحامات أصبحوا وزراء في الحكومة الآن، هل يضيف ذلك عبئا جديدا على الأقصى ومخاطر إضافية؟ ما في شك في ذلك. حينما يكون المسؤولون الإسرائيليون من ضمن المقتحمين بل في مقدمة المقتحمين، هذا يشكل خطورة أكثر على الأقصى، ويجرئ ويشجع الجماعات اليهودية لأن تقتحم وتزيد من اقتحاماتها ما دامت هي في حماية هؤلاء المسؤولين الوزراء. نعم. هناك أشكال عديدة فضيلة الشيخ يعني يقوم بها الاحتلال، ليس فقط في الأقصى إنما أيضا في عموم المدينة. هناك بناء لمستوطنات، توسيع لمستوطنات مثل ما يجري في جبل المكبر، بناء قاعدة عسكرية، استيطان ومحاولة تهجير في الخان الأحمر، سياسات تمس كل قطاعات الحياة للمقدسيين، التعليمية والصحية والاجتماعية. كيف تنظرون وكيف تقيمون هذه السياسات؟ نعم أخي الكريم، كل إجراء يقوم به الاحتلال في القدس وفي سائر فلسطين يصب لصالح الاحتلال، يصب في تهويد مدينة القدس، يصب في السيطرة على المسجد الأقصى المبارك في جميع المجالات، سواء في التعليم أو في الصحة أو في موضوع بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي، هدم منازل المواطنين المقدسيين بحجة أنهم يبنون بدون رخص من بلدية القدس الإسرائيلية المحتلة، أيضا تهجير الخان الأحمر، هؤلاء الذين يرابطون في الطريق ما بين القدس وأريحة فيريد الاحتلال أن يغير من مواقعهم أو يرحلهم حتى يقطعوا، يبنوا مستوطنات ليقطعوا جنوب السلطة الفلسطين عن شمالها ويقطعوا شرق فلسطين عن غربها، نوع من تمزيق البلاد.
فهذه المستوطنات تهدف إلى أمرين، تهدف إلى زيادة عدد اليهود في فلسطين، وتهدف أيضا تمزيق البلاد وتشتيت المواطنين الأصليين. نعم. طيب نعود لموضوع الاقتحامات للأقصى، وهي من أخطر مظاهر ما يقوم به المستوطنون المقتحمون، ويحاولون القيام ببعض الطقوس في الآونة الأخيرة من خلال ما يسمى بالسجود الملحمي، إدخال بعض الرموز الدينية بالنسبة لهم وما إلى ذلك. هل باعتقادكم نجح الاحتلال في هذه السياسات، ولا سيما أننا كنا نتحدث في الماضي عن سياسة التقسيم الزماني والمكاني، هل من خلال وجودكم اليوم هناك تعتقدون أنه نجح في ذلك؟ أخي الكريم، لنعود إلى عام 2017. في عام 2017 أعلن الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى المبارك، وحصلت الهبة، هبت البوابات الإلكترونية، وأعيدت السيادة للمسلمين، وفشل الاحتلال عن فرض سيادته، بل انسحب عن موقعه الذي كان يحتل في الأقصى. نتيجة فشله أعاد هو ترتيب خطته من جديد، بأن يبدأ عن طريق المراحل، خطوة 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 خطوة، حتى يتمكن من فرض السيادة فيما بعد. من هذه الإجراءات موضوع بأن يقتحموا بملابس الرهبانة والكهنوتية، أن يدخلوا العلم الإسرائيلي، أن يدخلوا ما يعرف القربان النباتي، وقضية الانبطاح على الأرض كصلوات، وهكذا من الشعائر. نعم، قاموا بعدة طقوس دينية لهم أثناء الاقتحامات، بحراسة مشددة من قبل الاحتلال الذي يحميهم، ولكن حتى الآن نستطيع القول أنهم فشلوا في موضوع التقسيم الزماني والمكاني. موضوع التقسيم الزماني والمكاني ليس جديداً، هو مطروح منذ 10 سنوات وأكثر، ويحاولون في كل مرة أن ينفذوا شيء ويجدون الصد من قبل المرابطين والمرابطات فيتراجعوا. الآن بدأوا من جديد يخططوا لفرض السيادة بالقوة، ولكن حتى الآن نستطيع القول أنهم فشلوا، رغم أن الجماعات المتطرفة أصبحت قوية، وأصبح الشارع الإسرائيلي يميل إلى التطرف وإلى الغلو وإلى التحصب وإلى العنف، وهذا جعل من الأحزاب السياسية العلمانية أن تهادنهم وأن تستعين بهم وأن تتحالف معهم، حتى تتمكن الأحزاب العلمانية من الوصول إلى الحكم، لأنه بدون الاستعانة بهؤلاء لا يستطيع الحزب السياسي أن يصل إلى الحكم. فموضوع نتنياهو استطاع أن يلملم هذه الأحزاب المتطرفة، أشتات هذه الأحزاب ويشكل حكومة مهما حصل ما حصل. نعم. نعم. البعض فضيلة الشيخ من أبناء أمتنا العربية والإسلامية تساءل في موضوع التقسيم الزماني والمكاني وهذا الاقتحام المتكرر للجماعات المتطرفة الإسرائيلية أو اليهودية للأقصى. يرى الناس أن هناك يعني أوقات يدخلون فيها اقتحاما بكل تأكيد، وفي بعض الأماكن ويقفون في بعض الأماكن يؤدون بعض الطقوس.
ألا يعني ذلك فعلا أنه هذا تقسيم زماني ومكاني بقوة السلاح والسلطة الموجودة لديهم؟ هو لما حينما نقول تقسيم زماني يقصدونهم أنهم يريدون تخصيص وقت لهم خالص دون أن يكون أحد من المسلمين، هذا المقصود التقسيم الزماني. أما الوقت الذي يقتحمون به هو الوقت المخصص لزيارة غير المسلمين أصلا يعني، وبالتالي ما استطاعوا يحققوا موضوع التقسيم الزماني. بالنسبة للتقسيم المكاني أيضا يطمحون في أن يخصص لهم مكان من ساحات الأقصى الواسعة، جزء من هذه المساحة ليتفردوا بها، وهذا لم يحصل بعد ولن يحصل بمشيئة الله. وحينما نقول اقتحام هناك فرق بين الاقتحام وبين الزيارة. الزيارة التي حينما يأتي شخص يدخل البيت بدون بإذن صاحبه يعتبر زائر مع إذن صاحبه، أما المقتحم الذي يدخل البيت دون إذن صاحبه، فهؤلاء مقتحمون معتدون، وهم أيضا خائفون لا يجرؤون أن يقتحموا إلا بالحراسة، بدون حراسة لا يمكن أن يتمكنوا من الاقتحام، وبالتالي كل ما يقومون به لا يكسبهم أي حق في الأقصى، لأنهم من خلال الاعتداء ومن خلال الحراسة المشددة. نعم فضيلة الدكتور، يعني أنتم تعلمون أن الاحتلال عندما أقام هذه الدولة وهذا الكيان على أرض فلسطين واغتصب الأرض وشرد شعبنا الفلسطيني، كان الأقصى موجودا بطبيعة الحال، لكنه حتى عام 1967 حتى إطباق الاحتلال على بقية القدس بما يسمى الآن سياسيا شرق القدس، لم يكن المسجد الأقصى هذا المكان المبارك جزءا من اهتماماتهم أو حساباتهم، أعني القادة الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية، ولكن فجأة مع صعود اليمين المتطرف كما تفضلتم أصبح على طاولة الاهتمامات وعلى سلم الأولويات بالنسبة لهم، كيف يمكن تفسير ذلك؟ نعم، الحقيقة بدأت الاقتحامات وبالحراسة واهتمام الحكومات منذ عام 2003 فقط، قبل ذلك كانت جماعات صغيرة متطرفة تقتحم وتخرج بسرعة وبدون أي خطر. لكن في عام 2003 اتفقت كل الأحزاب اللي بنعتبرها من أحزاب يمينية أحزاب يسارية على اقتحام الأقصى، منذ أن اقتحم شارون عام 2000 في حينها بحراسة مشددة من الحزب الحاكم، كان شارون في حينها من الحزب المعارضة وحزب العمل هو الحزب الحاكم أيام باراك، فبدأ الخطر. وأن مجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية العليا أدركت الخطر فأغلقت السياحة والزيارة لغير المسلمين من عام 2000 حينما حصلت الانتفاضة الأقصى لغاية 2003 ما دخل ولا شخص غير مسلم إلى الأقصى، لا زائر ولا مقتحم، إلى أن بدأت الجماعات اليهودية المتطرفة تضغط على الحكومات الإسرائيلية لفتح باب الأقصى الزيارة، ومجلس الأوقاف حينها رفض ذلك، فبدأوا بالاقتحام العسكري، وذلك سميناها اقتحام لأنه بدون موافقة من مجلس الأوقاف ومن دون موافقة من الهيئة الإسلامية كان ذلك قصرا وعسكرة. منذ عام 2003 بدأ الخطر يبدو
من بمشاركة السياسيين، سواء سياسيين محسوبين علمانيين لا دينيين، بالتحالف مع الجماعة اليهودية المتطرفة منذ عام 2003. نعم. إذن أثر صعود ما يسمى باليمين الإسرائيلي ووصول بعض الأشخاص كما أشرنا سابقا على هذه المعادلة تأثيرا كبيرا؟ ما في شك في ذلك. والحقيقة التطرف من المسؤولين الإسرائيليين بدأ من عام 2003، ليس في هذه الأيام فقط، والاقتحامات كانت قائمة، وأعضاء كنيست كانوا يشاركون أيضا في الاقتحامات. الآن أصبح الاقتحام شكل تحدي وعلني، شكل تحدي وعلني، يعني ظهر الوجه الحقيقي للاحتلال من خلال المدعو بن جفير، لكن أمثاله موجودين سابقا. هو بتبجحه أظهر نفسه ليكسب تعاطف الشارع معه، الشارع الإسرائيلي، هذا الفرق يعني. وقد تعاطف على ما يبدو وانتخب هذا الشخص ووصل إلى الكنيست ثم وصل إلى الحكومة. لأنه حصل على عدة مقاعد، واضطر نتنياهو يتحالف معه لأن نتنياهو لم يجد من يتحالف معه، فبدأ يلم هالشتات من هنا ومن هنا ومن هنا ليحصل على الأغلبية. وأغلبية زهيدة، أغلبية ضعيفة، على كما يقولون على الحفة، على الحفة أغلبيته. نعم دكتور، يعني يبدو أن كما يقول مراقبون ومحللون سياسيون أن القادم في هذا العام وفي الشهور القادمة في ظل وجود هذه الحكومة وإصرار القطعان المستوطنين والجماعات اليهودية على مواصلة اقتحاماتها، أن أياما صعبة تنتظر المدينة وتنتظر الأقصى المبارك. كل شيء محتمل. نحن لا نركن على الاحتلال لأن من صفته المفاجآت والغدر، ولا يجوز أن نركن على أي وعود وأي تصريحات وأي ما يسمى تهدئات. هذا يلزمنا أن نكون دائما على يقظة وعلى تنبه وعلى شد الرحال حتى لا نفاجأ بأي تغيير أو أي إجراء يؤثر على قدسية المسجد الأقصى المبارك. دكتور، ما تفضلت به هو أمر مهم، مسألة شد الرحال والرباط في الأقصى من أبناء القدس ومن الفلسطينيين بشكل عام. ولكن أنت تعرف دكتور أن الاحتلال لا يسمح للناس بالوصول السهل والميسور لهذه للأقصى، بل يتحكم في ذلك من خلال العمر، السن، والفئات، وحتى الذين يحضرون بشكل دائم من السيدات والسادة، من الرجال والنساء، يمنعهم بالإبعادات. يعني هذه سياسة الإبعاد أصلا سياسة مقيتة في الحقيقة، أن يبعد مسلم عن مكان مقدس بالنسبة له لستة شهور أو ثلاثة شهور أو ما إلى ذلك. كيف تنظرون إلى هذه السياسة؟ نعم، سياسة الإبعاد هي سياسة ظالمة، سياسة شاذة، غير موجودة في أي دولة في العالم. لا يوجد دولة في العالم تمنع أبنائها من الوصول إلى أماكن العبادة إلا سلطة الاحتلال، لأنها طابعة بالأقصى. فهذا الإبعاد هو أمر غير قانوني وغير إنساني، ويتعارض مع حرية العبادة. بالإضافة أيضا الإجراء الآخر هو موضوع تحديد السن، وخاصة أيام جمعة أو في صلوات الفجر يحدد سن 30 أو مرات 40 مرات 50. تحديد الأعمار أيضا غير موجود في أي دولة في العالم يحدد العمر. فهذه الإجراءات كلها هي إجراءات تعسفية، إجراءات غير قانونية، إجراءات غير إنسانية، تتعارض مع حرية العبادة، وتظهر بشكل واضح موضوع أطباعهم في المسجد الأقصى المبارك. نعم. بالمناسبة دكتور، وجود شعبنا الفلسطيني وهو يلتف حول المسجد الأقصى المبارك وحضور الناس خاصة من
المحافظات البعيدة عن القدس، من الضفة، من مناطق المحتلة عام 48، لوحظ أن هناك أهمية كبيرة لهذا الحضور في الآونة الأخيرة. ما في شك في ذلك. نحن أطلقنا شد الرحال للحديث النبوي الشريف، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وفي رواية المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فهذا الحديث هو نداء من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين بشد الرحال بالزيارة المسجد الأقصى، وهذا النداء قائم ومستمر لكل من يستطيع الوصول. فإخواننا في مناطق 48 هم أقدر الناس وصولاً إلى الأقصى، وهم رديفنا في زيارات الأقصى وإعمار الأقصى والدفاع عن الأقصى. أما ما يسكنون في الضفة الغربية هم محرومون من المجيء إلى القدس، فالقدس هي محاصرة أصلاً يعني، وحصارها أشد من حصار غزة من كل الجهات، سواء حصار مادي، حصار عسكري في الحواجز العسكرية، أو بناء المستوطنات حول المدينة وخنقها وعزلها عن مدينة عن سائر المدن الأخرى، أو محاربتها اقتصاديا وتجاريا، بحيث إنه المناطق الأخرى لا تستطيع أن تأتي إلى القدس، ولا يوجد مدينة في العالم تعيش منفردة إلا بمحيطها بالريف، بالقرى، بالمدن الأخرى، وأن تكون مفتوحة، المجال مفتوح للتنقل. نعم، فالقدس هي مغلقة من قبل الاحتلال. نعم، لإماتة الناحية الاقتصادية أيضا. نعم، بالمناسبة دكتور، ما تفضلت به أمر في غاية الأهمية، لأن الناس تعتقد أحيانا أن المشكلات التي يحدثها الاحتلال وسياسات الاحتلالية هي في بعض المناطق فقط، كالمسجد الأقصى، مستوطنة هناك، بؤرة استيطانية هناك، اقتحام هنا، منع من بناء وكذا. لكن المشكلة كما تفضلتم أن سياسات الاحتلال صامتة، أو أنه يعمل بصمت وبهدوء على المدى البعيد، والنتيجة كما تفضلتم هو مدينة محاصرة من كل الجهات وفي مختلف المجالات. كيف يمكن تنبيه الأمة والشعوب العربية والإسلامية لذلك دكتور؟ نعم، إحنا يهمنا أولا أن نشكر الفضائيات بما فيها الرافدين التي تنقل الواقع والحقيقة عن ما يحدث في فلسطين. يهمنا أن يكون هناك نوع من التوعية والمعرفة في أهمية القدس ومنزلة المسجد الأقصى لدى المسلمين من ناحية الدينية، ومعرفة الأخطار المحتقة بها. هذا أمر مهم في التركيز عليه، في نشر ما يحصل بعدة لغات، لا يكتفى باللغة العربية، لا يكتفى أن يحاور بعضنا بعضا، علينا أن ننقل ما يجري في فلسطين إلى الخارج باللغات المتعددة، ليدرك العالم بأننا نحن أصحاب حق، وأن المحتل يقوم بأعمال غير قانونية وغير إنسانية وغير حضارية وتتعارض مع حرية العبادة. علينا نحن أن نركز على هذه الناحية، وأيضا نبرز حقنا الشرعي في هذه البلاد. هذا حق مقرر من الله سبحانه وتعالى، قرار الله، ليس قرار من مجلس أمن ولا من هيئة أمم، هذا قرار رب العالمين، ولا مجال لقرار رب العالمين التفاوض حوله ولا التنازل عنه. فنحن أمناء لتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، وأن نكون أمناء في المحافظة على هذه الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لنا أن نكون من المرابطين في الصف الأول عن الأمة الإسلامية. نحن ندافع عن حقوقنا نيابة عن الأمة الإسلامية، لكن الأمة الإسلامية لا تعفى من المسؤولية شعوبا وحكومات. نعم، الشعوب تحب فلسطين لوجود الأقصى في فلسطين أصلا،
الشعوب متلاحمة متعارفة، ظهر ذلك في دولة قطر الشقيقة في أحداث في موضوع الرياضة. أعلنت وقررت الشعوب موقفها الثابت أنها مع القدس مع الأقصى، أنها مترابطة في آلامها وأمالها، وعلى الشعوب أن تضغط على حكوماتها من أجل أن تتحرك، ولا يجوز التخلي عن الأقصى، ولا يجوز انحراف البوصلة عن مدينة القدس. نعم، خاصة دكتور أنه الاحتلال يقيس مدى وعي وحضور القدس لدى الشعوب العربية والإسلامية وكذلك الأنظمة، وبناء عليها يضع في حسبانه كيف يتحرك على أرض الواقع. لعلكم لاحظتم ذلك خلال العقود الماضية. ما في شك، هو يقومون بعمل وينتظرون رد الفعل. هل رد الفعل في المستوى المطلوب أم أن ذلك أقل من المستوى المطلوب؟ إنما تجربة قطر كانت تجربة ناجحة. نعم. عرف الاحتلال حقيقة الوضع لدى الشعوب العربية والإسلامية. نعم دكتور، اسمح لنا بفاصل قصير، نواصل بعده حديثنا في هذا اللقاء الطيب مع فضيلتكم. إذا فاصل قصير أعزائي المشاهدين، بعده نواصل هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور أكرم صبري، فتفضلوا بالبقاء معنا. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور أكرم صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة. مرحبا فيك مرة أخرى دكتور معنا في هذا اللقاء. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الشعوب العربية والإسلامية وعن دور الأنظمة في مساندة ودعم وحماية المسجد الأقصى المبارك، لكن بودي قبل أن ندخل إلى هذا الموضوع بالتفصيل، السؤال عما يلاحظه كل الناس، كيف أن المقدسيين لا يقفون مكتوفي الأيدي رغم سياسات الاحتلال الاقتصادية الصعبة، ملاحقتهم بالضرائب وإغلاق المحلات والإبعاد وكل السياسات التي تحدثنا بها، حتى في سياسات في التعليم، حتى في الصحة، في كل هذه المجالات يستهدف الاحتلال المقدسيين، وعلى الرغم من ذلك نجدهم دائما في الأقصى ودائما يلتفون حول مقدساتهم ويتصدون لهذه السياسات. من أين يستمد المقدسيون هذه القوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القوة هي قوة إيمانية عقدية، لأن المسجد الأقصى المبارك هو جزء من عقيدة المسلمين، جميع المسلمين. فمعجزة الإسراء والمعراج هي معجزة كبرى، والأقصى هو محور هذه المعجزة، وبالتالي دفاع المسلم عن الأقصى هو دفاع إيماني عفوي، لا أحد يطلب منه أن يدافع، إنما هو يدافع بذاته عن الأقصى. وبالتالي فإن الدفاع عن العقيدة لا تتوقف، لا تستسلم، لا تنازل عنها، ولا يمل المسلم من أن يستمر في دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك. وهذا سر قوة وجود المقدسيين في مدينتهم وثباتهم ورباطهم وتجذرهم وعدم ترحيلهم وعدم هجرانهم لهذه المدينة. نعم. لكن هذه السياسات التي تمس حياة الناس دكتور تصعب الحياة كثيرا، وتدفع بعض الناس أحيانا للتفكير مليا في وجودهم داخل هذه المدينة. ما الذي يعزز صمودهم؟ نعم، هم بحمد الله يعني كما يشار في الحديث الشريف أنه يقبض على الجمر. هو لديه كرامة المقدسي، لديه عزة، لا يشكو ولا يمد يده، لكن وجود بعض المؤسسات المقدسية التي تخفف من المعاناة
والتعاون فيما بين الناس. هذا يساعد المقدسي على الثبات إن شاء الله. إن شاء الله. ما تقييمكم دكتور لموقف الأمة العربية والإسلامية من خلال منظماتها وهيئاتها العلمائية وكل قطاعاتها التي تحاول أن تقف مع القدس والمقدسيين والأقصى، المبارك تقيم الندوات والمهرجانات والفعاليات من أجل ذلك، هل هذا كافي باعتقادك؟ ما في شك أن مدينة القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورة. القدس بوابة الأرض إلى السماء وبوابة السماء إلى الأرض، هي ليست لأهل فلسطين وحدهم، هي لجميع العرب والمسلمين في العالم. وهناك نعم تعاطف من الشعوب، وأحيانا يقومون بمسيرات بمظاهرات بمؤتمرات، هذه نوع من التوعية وتحفيز لتحفيز الدول أن تتحرك، ولكن ليست في مستوى التحدي المطلوب حتى الآن. أملنا نحن من خلال وسائل الإعلام، من خلال الرافدين، أن يسمع صوتنا لنقول للدول العربية والإسلامية أن يتحركوا، أن يقوموا بمسؤولياتهم بواجباتهم في المجالات السياسية والدبلوماسية الرسمية الاقتصادية، ليشعر الاحتلال أن أهل بيت المقدس ليسوا وحدهم في الميدان، لهم ظهر، وهذا الظهر مفروض يكون له قوة واستراتيجية عميقة. كما أن الاحتلال مدعوم من دول العالم ودول محددة معروفة، على العالم العربي الإسلامي أن يقف إلى جانب المقدسيين، هذا هو الواجب عليهم. وكما قلنا ينبغي أن تكون البوصلة مثبتة باتجاه مدينة القدس، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل من يقصر بحق القدس والأقصى. بهذه المناسبة دكتور، يشار إلى أن هناك أسبوع يطلق عليه أسبوع القدس العالمي، تقوم بعقده مجموعة كبيرة من الهيئات العلمائية في العالم العربي والإسلامي، ويكون في الأسبوع الأخير من شهر رجب من كل عام، ويكون مخصصا هذا الأسبوع للأقصى وللقدس المباركين. في إشارة إلى هذا الموضوع، ما تعليقكم أو ما توصياتكم على مثل هذه الأسابيع والفعاليات؟ نعم، بارك الله في القائمين على هذا الأسبوع الذي ينبه الناس إلى أهمية مدينة القدس من الناحية الدينية، من الناحية التاريخية، من الناحية الحضارية، من الناحية السياسية. هذا أمر مهم، وأملنا أن تكون هذه الفعاليات مترجمة إلى عدة لغات، لأن الرواية الإسلامية يجب أن تكون منتشرة في العالم كله لدحض الرواية الإسرائيلية التي تقوم على التزوير وعلى المزاعم الباطلة. فلا يجوز نحن كما قلنا أن يحاور بعضنا بعضا فقط، لا بد من الترجمة، وأؤكد على الترجمة. في كل فعالية لا بد أن تترجم إلى عدة لغات، وأن وسائل التواصل الاجتماعي ميسرة، فلماذا نحن ألا نستثمر هذه الوسائل وهذه الطرق من أجل أن نسمع صوتنا للعالم، وهذا أملنا إن شاء الله. بالمناسبة دكتور، ما تفضلت به أمر مهم، لكن العالم كما تعرفون المنظمات الدولية العالمية لا تقول كلمة الحق في كثير من الأحيان. صح. حتى صح. هذه المنصات التي تفضلت بالحديث عنها، السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، كثير من الأحيان لا يسمح بأي مادة عن القدس والأقصى مهما كانت، يعني لا يسمح بوجود رواية أخرى، وهذه مشكلة كبيرة تضع تحدي أمام العرب والمسلمين، أنه لابد أن يكون لديهم منصات خاصة بهم تتكلم عن قضاياهم. يعني نعم، هذا ما نقول. لماذا نكون نحن أسرى لغيرنا من الناحية الإعلامية؟ يجب أن ننطلق. عدد المسلمين الآن عددهم يزيد عن مليارين،
فلماذا لا تكون له منصة مستقلة، منصة إعلامية وتنطلق إلى العالم، لا نكون تحت رحمة غيرنا وأن نكون أسرى هذا طريقة غير سليمة أبدا. نعم. لا يجوز. وبالتالي في الوقت اللي سوشيال ميديا تتحكم بنا علينا نحن أن نتحرر منها وأن نوجد أساليب. نعم. أخرى للوصول إلى العالم. ماذا عن العالم المنحاز لرواية الاحتلال والمتعاطف معه وفي نفس الوقت لا يعطينا حقوقنا؟ يعني حتى السلطة الفلسطينية توجهت إلى المنظمات العالمية وحصلت على بعض الاعترافات وحصلت على بعض القضايا، لكن دكتور لا أحد يتحرك لرفع يد الاحتلال عن شعبنا المظلوم المسكين في فلسطين المحتلة وخاصة في القدس. أخي الكريم، لابد أن نقول بوضوح، لم يحصل أي ضغط على إسرائيل لتتراجع منذ أن وعينا، منذ أن فهمنا في فترة الاحتلال لا يوجد أي ضغط عليها أن تتراجع. هذا المشكلة. وبالتالي يتحرك الاحتلال بيسر وسهولة وينفذ مخططاته ولا يسمع سوى بعض الاستنكارات وبعض التصريحات الشفوية التي لم يأبه هو أصلا بها. فلا بد أن يكون هناك تأثير فعلي يدرك الاحتلال أن الأمر جدي وأن أهل بيت المقدس ليسوا وحدهم في الميدان. من قبيل ماذا فضيلتكم هذا التأثير؟ التأثير هناك تحالفات، هناك اعترافات سياسية لك دبلوماسية، هناك مجالس أمن، مجلس أمن الأمم يثار هذا الموضوع. لابد من هذا التحرك، وأن الدول حينما تكون متوحدة تعطي القوة، أما إذا كانت كل دولة منفردة لوحدها لا تستطيع أن تؤثر على الاحتلال. صحيح، لابد، يعني بمعنى هناك جامعة الدول العربية لابد أن تقوم بدورها الفعال، لا تكون شكلية، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي ورابط العالم الإسلامي، هذه مؤسسات دينية، مؤسسات عربية إسلامية ينبغي أن تقوم بدورها للتواصل مع الدول القائمة في العالم العربي والإسلامي. نعم. بهذه المناسبة دكتور، هناك منظمات ما دون الدولة وهي تكون فاعلة وقوية، هل هذه المنظمات يمكنها أن تفعل شيئاً؟ يعني كما أشرنا قبل قليل لهذا الأسبوع العالمي على سبيل المثال، وكثير من الفعاليات أو الأنشطة التي من الممكن القيام بها، والتكلم بلغة العالم التي يريدها العالم، اللغة السلمية والفعاليات وما إلى ذلك، هل تستطيع هذه المنظمات أن تقوم بجهد جوهري مؤثر تجاه الأقصى والقدس؟ لا يمنع ذلك، إن كان هناك هذه القدرة وهذه الفعالية وهذه الإمكانية وعليها أن تقوم بواجبها وأن تركز على هذا الموضوع بشكل جدي، لا أن يقوم العمل روتيني. أها. نعم. يعني في النهاية دكتور، لابد أن نستحضر هذا الجانب المشرق في القدس. يعني صحيح أن الصورة قاتمة، المعاناة والوجع المقدسي كبير جدا على يد الاحتلال، لكن ثمة وجه مشرق لكل ما يجري هناك. المقدسيون صامدون، أصبحوا ما زالوا هم المعادلة الأصعب في وجه الاحتلال وفي وجه سياساته، أعدادهم في زيادة إن شاء الله، وهم قابضون على الجمر كما تفضلتم. حدثنا عن هذا الجانب المشرق دكتور. نعم، المقدسيون يدركون أنهم أصحاب حق وصاحب الحق قوي، وهم متجذرون منذ مئات السنين عبر جيل بعد جيل، وكلما جاء جيل يأتي أقوى من الجيل الذي قبله في تمسكه بحقوقه. وهذا الرد على أحد المسؤولين اليهود الذي زعم وقال أن القضية الفلسطينية تنتهي، الكبار يموتون والصغار ينسون. طبيعة الحال الكبار يموتون، هذه سنة الكون، أما الصغار ما نسوا، بالعكس
أن الأجيال الصاعدة والأجيال التي تدافع عن الأقصى وتقاوم هي أشد من الجيل الذي قبله، فمر عدة أجيال وكل جيل يسلم الراية للجيل الذي بعده فيكون هو أقوى من الذي قبله. وهذا بحمد الله هذا ما هو ملاحظ وهذا ما نفخر به. والناس لم يتركوا منازلهم، لم يتركوا أراضيهم، إنما متمسكون بها. نعم. رغم كل السياسات الموجودة. يعني لا أريد أن أحلف بالله أن أحد المقدسيين عرض عليه ملايين الملايين من أجل أن يترك بيته، أن يبيع بيته ويرفض، وهو في وضع مالي صعب وفقير، ولكن أمانته تمسكت في البيت وما رضي أن يرضخ للملايين التي عرضت عليه، حتى أعطوه شيك مفتوح ليكتب ما يريد ورفض ذلك. وأمثاله كثر في القدس، كثر والحمد لله. نعم دكتور، نقطة أخيرة تتعلق بما يسمى بالحرب الديمغرافية، إنه الاحتلال يحاول أن يكون عدد اليهود أكبر من عدد المقدسيين الفلسطينيين العرب المسلمين الموجودين. ماذا حصل في هذه النقطة؟ في عام 1967 كان عدد المقدسيين 70,000، أما الآن عدد المقدسيين 420,000، يعني 6 مرات تضاعف عدد السكان. والمخطط الذي رسمه الاحتلال في حينه 2020، يعني عام 2020 الذي ذهب طبعا سابقا، نعم، وقال عنه 2020، كان يخطط يكون عدد سكان القدس 12% نسبتهم 12%، الآن ارتفع ل 38%. بحمد الله الارتفاع موجود بالنسبة إلنا. هذه من الأشياء التي لا يستطيع أن يتحكم بها الاحتلال. أيوة. نعم. 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 ما في شك في ذلك. هو الاحتلال بذاته إنجابه قليل. نعم. لأنه عندهم قوانين أو قوانين عالمية موجودة إنه اللي ينجب ولد واحد لا يذهب إلى العسكرية. نعم. فهم حريصون إنه يجي واحد حتى لا يذهب إلى العسكرية، فإذا جابوا 2 معناته بده يذهب إلى العسكرية، وبالتالي العدد عندهم إنجابهم قليل. أخيراً دكتور، حتى لا نثقل عليكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله، ما رسالتكم لهذا الشعب المقدس الصامد القابض على الجمر؟ وأريد أيضاً رسالة منكم لأمتنا العربية والإسلامية عن دور حقيقي وفاعل ومؤثر في الأقصى، وليس عن مجرد كلام وتصريحات. تفضل. نعم. نقول لشعبنا في مدينة القدس، بارك الله فيه، الثبات الثبات، الصمود الصمود، الرباط الرباط. أما الشعوب العربية الإسلامية نحن نشكرها على مشاعرها، ولكن هذا لا يكفي، نريد الوعي الوعي لقضايانا، ونريد الضغط الضغط على دولهم حتى تتحرك دولهم تحركا جديا. اخيرا، ماذا يتمنى فضيله الدكتور عكرمه صبري فيما في ضوء ما تعيشه المدينه الان؟ اتمنى طبيعه الحال انهاء الاحتلال، اتمنى وحده المسلمين ان شاء الله، كما يوجد في اوروبا اتحاد اوروبي، فليكن بين المسلمين اتحاد عربي اسلامي، ماذا يمنع في ذلك؟ لا شيء يمنع. هذا يحتاج إلى إرادة حقيقية وإرادة سياسية من الأنظمة والدول. أشكر فضيلتكم، شكرا جزيلا دكتور أكرمة، ربنا يحفظكم إن شاء الله، ونرجو المعذرة إذا أثقلنا عليكم في هذا اللقاء. خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في بيت المقدس بالقدس المحتلة، شكرا لكم، وفقكم الله لكل خير لهذه المدينة والأقصى المباركين. أشكركم أيضا أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة وطيب الإصغاء في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور أكرمة صبري. شكرا لفريق العمل. تذكروا دائما، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.